وبفضل طواقمنا الطبية تم إجراء 98,528 فحص جديد، واللي كشفت عن تسجيل 852 إصابة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للحالات المشخصة بمرض كوفيد 19 إلى 86,447 إصابة منذ بدء الجائحة. كذلك نعلن لكم ولله الحمد عن تسجيل 939 حالة شفاء جديدة، ليرتفع مع هذا الرقم إجمالي حالات الشفاء إلى 76,025 حالة مسجلة في الدولة. ولله الحمد لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية، وبهذه المستجدات لا يزال 10,017 مريض يتلقون العلاج بحسب البروتوكولات الصحية المتبعة، مع تمنياتنا للجميع بالصحة والعافية. خلال شهر يوليو بلغ متوسط عدد الاختبارات اليومية 47,857 اختبار، وهو ما يعادل 483.9 اختبار يومياً لكل 100,000 نسمة، وهو المعدل الأعلى عالمياً. متوسط عدد الاختبارات اليومية لشهر أغسطس بلغ 65,106 اختبار، أي ما يعادل 658.3 اختبار يومياً لكل 100,000 نسمة. شهد شهر أغسطس إجراء 2,018,274 فحص مختبري على مستوى الدولة للتأكد من سلامة أفراد المجتمع وخلوهم من أعراض فيروس كورونا، وهو ما يمثل ثامن أعلى رقم فحوصات تقوم به أي دولة على مستوى العالم خلال الشهر. بالنسبة لعدد الحالات المكتشفة، فقد بلغ متوسط عدد الحالات يومياً في شهر أغسطس 305 حالة، بما يعادل 3.1 حالة فقط لكل 100,000 نسمة. انخفض إجمالي الحالات في الإمارات بين يوليو وأغسطس 2020 بنسبة 21%، أي من 11,977 حالة إلى 9,467 حالة. بالنسبة للوفيات، انخفض العدد بنسبة 5.7% بين شهري يوليو وأغسطس من 35 إلى 33 حالة، فيما بلغ متوسط الوفيات في شهر أغسطس 0.01 بين كل 100,000 حالة. على مستوى الحالات الإيجابية بالنسبة لعدد الاختبارات التي تم إجراءها، فقد سجلت الدولة نسبة 0.47% في شهر أغسطس، وهو ما يمثل 9,467 حالة من أصل 2,018,274 فحص تم إجراءه خلال الشهر، مقارنة بشهر يوليو والذي تم فيه تسجيل نسبة 0.81%، وهو ما يمثل 11,977 حالة من أصل 1,483,576 فحص تم إجراءه خلال الشهر. ووفقاً لهذه الإحصائية، فإن الدولة تحتل المركز الثامن عالمياً بين الدول المسجلة لأقل عدد من الحالات الإيجابية قياساً لعدد الفحوصات، وعلى مستوى الحالات الإيجابية بالنسبة لعدد الفحوصات التي تم إجراءها.
احنا الخدمات ما وقفناها ابدا خلال ازمة كورونا، لاننا احنا مدينة زايد تعتبر المستشفى المركزي بالمنطقة الغربية، بس كنا حريصين كتير وبالذات للمرضى كبار بالسن او اللي عندهم امراض مزمنة انه يكون قدر الامكان التطبيب عن بعد عن طريق التيلي ميديسين. خدمة التيلي ميديسين المريض بيتصل فينا وبيسجل تسجيل رسمي ومنشوف اذا في امكانية نوصف له الدواء، وحتى في عنا خدمة انه نوصل له الدواء لبسيط بيته. بس في بعض الحالات اللي نضطر نحن انه نشوف المريض، طبعا ناخد اجراءات احترازية انه المريض يكون لابس كمامة ونحن نكون لابسين كمامات تماما، والتباعد الاجتماعي قدر الامكان. حتى نحن على جهاز الفحصنا على المصباح الشقي سليت لامب حطينا بلاستيك بارير، شيلد بارير، يعني يعمل عزل بيننا وبين المرضى قدر الامكان. بخلال فترة ازمة كورونا كنا نعمل الوقاية لصالح المريض ولصالح الطاقم الطبي بنفس الوقت. طبعا المريض لازم يساوي، ما ممكن يدخل المريض لاي عمل جراحي الا ما يكون عنده فاليد كوفيد تيست نيجاتيف 48 ساعه. طبعا نحن بنساوي له اياه هذا بالمستشفى، انه نحن بننصح المرضى اللي كانوا حالاتهم يعني تتاجل، ممكن يعني الكتف كيسز يعني حالات بارده كذا، انه ناجلها لوقت يهدى الوضع. اما الحالات الاسعافيه، طبعا في عندنا حالات اسعافيه واشتغلنا حالات اسعافيه مثل تمزق المقلي ربط شهر قلوب، وهذا فورا نحن من الطوارئ ناخذ له مسحة كورونا، بس لازم نشتغل الحالة خلال ساعات وبناخذ الاحتياطات الكاملة.